نسبه الخياس، او يعني هو اذا الدلال اراد ان يخصم للمشتري، وهذا امر يرجعه الى العرف. قلت الاصل ان يد الدلال على البضاعه يد امانه، امانه. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيق. كل صاحب أرض أو بستان يلجأ في وقت الحصاد لعدة طرق وأساليب لتسويق وتصريف محصوله السنوي. في هذا اللقاء من برنامج درهم ودينار نتعرف على أهم أحكام تسويق المنتجات الزراعية. مرحبا بضيف البرنامج الدائم الدكتور إبراهيم شاشو، المتخصص بفقه المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم من جديد. دكتور، المزارع بعدما يحصد محصوله يعني ينزله إلى سوق الهان كما يعرف ويضعه عند الدلال. نعم. لكي يبيعه له. دكتور، ما تكييف العقد بين الدلال وبين المزارع؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما فقها في الدين. بالنسبة للعقد الذي يجري أو يتم بين المزارع والدلال في سوق الهال، هو عقد وكالة بأجر. عقد وكالة بأجر، المزارع يوكل الدلال ببيع المحصول، ببيع الخضار، ببيع الفواكه التي يملكها المزارع، ويقوم الدلال مقام المزارع. نعم. فهنا هو وكيل عن المزارع ببيع هذه الخضار أو هذه الفواكه أو هذا المحصول مقابل أجرة، مقابل أجرة يتفقان عليها 10% 5%. فهو من حيث النتيجة هو وكيل عن المزارع بأجر معلوم متفق عليه. نعم. نعم. وهذا الوكيل هو كما هو معلوم، الوكيل أمين، أمين يعمل لمصلحة موكله، والأمين لا يضمن إلا في حالتي التعدي والتقصير. نعم. نعم. دكتور، هناك معاملة منتشرة عند الدلالين. نعم. يقومون بتسليف أو يسلفون للمزارع مالا. نعم. ويشترطون عليه أن يبيع محصوله لهم كي. نعم. يستردون القرض. فهل هذه المعاملة دكتور صحيحة؟ هذه المعاملة لا تجوز. نعم. لأنها تتضمن سلفا وبيعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. فأن يسلف الدلال المزارع يعطيه قرضا بشرط أن ينزل عنده وأن يبيع محصوله لديه، هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يتضمن قرضا ومنفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. فلا يجوز للدلال أن يقرض المزارع ويشترط عليه أن يبيع محصوله عنده، لأنه بذلك ينتفع من القرض. وأشد من ذلك أن بعض يعني الدلالين قد يزيدون في أجرة الدلالة، أجرة الدلالة، مقابل أنه أقرضه مالا، وهذا ربا واضح، هذا من باب أبواب الربا، والربا محرم. فلذلك فليحذر الدلال من اللجوء إلى مثل هذه المعاملات الباطلة المحرمة. لكن دكتور، بعض الدلالين يلجأ لخصم أجرة معينة، مثلا 10% من مبيعات المحصول الزراعي كأجرة لهم. نعم. وهو بالتالي لا يعرف بكم سيبيع هذا المحصول، فهل تصح دكتور اقتطاع هذه الأجرة؟ نعم. هذه أجرة. نعم. شائعة، تسمى أجرة شائعة. صححها يعني هي كثير من أهل العلم، يعني هو يأخذ 10% أو أكثر أو أقل. وهذه الأجرة وإن كانت غير محددة في بداية العقد، عقد الدلالة والسمسرة، لكنها هي أجرة شائعة، يعني جرى عليها العمل وتعرف الناس على تجويزها وعلى العمل بها، فهي يعني يجوز أن يتفق الدلال مع المزارع أن يأخذ 10% أو 5% من المبيعات، كما يجوز أن يتفق معه على مبلغ محدد. كلا الأمرين جائز، لا مانع فيه إن شاء الله. نعم. دكتور، الدلال يقوم في بعض الأحيان مثلا إذا أتته بضاعة ممكن يحصل لها تلف. نعم. فيخصم منها خياس، أنه هي ممكن. نعم. تخيس. نعم. نسبة معينة أو كمية معينة، ف
فهل يصح دكتور هذا الأمر؟ هو نسبة الخياس أو يعني هو إذا الدلال أراد أن يخصم للمشتري وهذا أمر يرجعه إلى العرف. هناك بعض المحاصيل يعني تجف وبعض محاصيل يكون فيها كم يعني كمية من التالفة مثلا، هذا الأمر يرجع إلى العرف. يعني ما تعرف التجار أن يخصم فيه مقدارا مقدار معين من البضاعة إذا كان الدلال قد يعني عمل بذلك عرفا، تعرف الناس على أنه في هذه البضاعة مثلا البندورة أو البطاطا أو شيء يخصم منها كذا كيلو مقابل وجود بعض يعني الكود كمية من يعني التي لا تصلح، وهذا الأمر صار عرفا بين أهل هذه المهنة أو هذا الشأن، فلا بأس. هو كما قلت الدلال وكيل، وكيل عن البائع فيقوم مقامه فيعمل لمصلحته، فإن كان هذا الأمر يعني قد جرى عليه العمل عند الناس فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن دكتور الآن ممكن البضاعة لا تباع مباشرة، تبقى عند الدلال يومين ثلاثة إلى آخره، ممكن يحصل لها تلف فساد، ممكن تسرق من عنده، هل يضمن الدلال دكتور التلف؟ يعني كما قلت الأصل أن يد الدلال على البضاعة يد أمانة، أمانة. لا يضمن. إن بيعت البضاعة بمئة يعطي المئة لمن؟ للمزارع ويأخذ أجرته، وإن بيعت بتسعين يأخذ أجرته من التسعين، وإن لم تباع البضاعة تلفت لا يوجد سوق، يوجد كساد، فهو لا يضمن هذه البضاعة التالفة. لكن إذا حصل منه تقصير أو تفريط أو تعد يعني أهمل البضاعة ولم يقم بواجبه في بيعها وتسويقها وعرضها، فتسبب ذلك بتلفها، تسبب في تلفها، فهنا يضمن لأنه أمين، والأمين لا يضمن في حالة التعدي والتقصير. كذلك السرقة، إذا سرقت البضاعة ننظر، إذا السرقة حصلت بتقصير من الدلال أهمل حفظ البضاعة فيضمن، أما إذا حصلت السرقة أو حصل التلف أو فسدت البضاعة دون تعدي منه ولا تقصير، يعني أمر لا يد له فيه، فلا يضمن في هذه الحالة. نعم. طيب دكتور، إذا الدلال نفسه اشترى هذه البضاعة، هي عنده، اشتراها وصار مالكا لها، ثم باعها للناس بسعر أعلى من السعر الذي اشتراه من هو، ليس له أن يبيعها أو يشتريها لنفسه، هو موكل ببيعها للناس. إذا أراد أن يشتريها لنفسه دون أن يعلم، أو إذا اشتراها لنفسه دون أن يعلم الموكل، يكون قد خان صاحب البضاعة الذي وكله. عليه أن يستأذن أو يشتريها منه، يعني يتواصل مع المزارع ويتفق معه على سعر البضاعة، ويكون هنا قد انتهى عقد السمسرة وصار هنا مشتريا، وصار هو صار مالك البضاعة. هنا إذا وافق صاحب البضاعة على بيعه البضاعة أو المحصول، أما إذا ما وافق هو لا يجوز له من تلقاء نفسه أن يقوم بشراء البضاعة ويحسبها على نفسه ويحاسب بها دون أن يكون ذلك بإذن ورضا من المزارع صاحب المحصول. نعم. هناك أيضا دكتور حالة أخرى، يأتي عدة مزارعين يضعون بضاعتهم عند هذا الدلال، وتكون من صنف واحد بندورة مثلا، وكما تعلم دكتور أن الخضروات يعني تتفاضل في النوعية، فيقوم الدلال بتسعير هذه البضاعة كلها بسعر واحد ويحاسب عليها أصحابها بسعر واحد، فهل يصح دكتور هذا؟ هذا فيه ظلم وحيف. ظلم وحيف، يعني كيف هو أمين ووكيل عن ثلاثة، فلا يجوز أن يعامل الثلاثة معاملة واحدة. هذا بضاعته جيدة يحاسبه بالسعر الجيد، وهذا بضاعته متوسطة يحاسبه بالسعر المتوسط، لا يجوز، هذا تقصير، وهذا هو فيه تعد من الدلال عندما يعني باع البضاعة بشكل كل الأصناف أو كل الأنواع بسعر واحد. هذا فيه حيف وفيه ظلم وفيه أكل لمال المزارع بغير حق. هذا المزارع بضاعته جيدة وتستحق سعرا أعلى، وهذا تستحق سعرا أقل، فلا يجوز أن أعامل المزارعين بنفس السعر، لابد من أن يفصل بيع هذه البضاعة عن بيع
هذه البضاعة، وإلا وقع في الظلم ووقع في الحرام. نعم دكتور، الصناديق أو الأبوات التي توضع فيها الخضروات أو الفواكه تباع مع البضاعة وتوزن مع البضاعة، فهل دكتور يصح هذا العمل؟ خاصة أن الصناديق ممكن يعني لها وزن نص كيلو أو كيلو مثلا. هذا الأمر كما قلت يعني إذا كان يعني العرف السوق هناك الشرحات أو التغليف أو يعني السحارات أو العلب التي يوضع فيها الفواكه أو الخضروات، جرى العرف الناس وتعامل الناس على أن يغتفر وزن الصندوق، لأن الصندوق هو مشاهد مرئي، صحيح. الصندوق يراه المشتري وهو تبع لكمية من الخضار أو كمية من الفواكه توضع في صندوق، وتغافل الناس يعني تسامح الناس في وزن الصندوق ما دام الصندوق يعني وزنه يسيرا ليس فاحشا، لكن أن يقوم المزارع أو السمسار بتثقيل الصندوق بما ليس في هذا يسمى غشا، كان يضع داخل الصندوق أشياء وتجعل وزن الصندوق أكثر من وزن أو أكثر من وزنه الحقيقي، هذا الذي لا يجوز. أما الصندوق من البلاستيك أو من الخشب أو من الكرتون يراه الشخص مثل كرتون الموز مثلا أو العلب البلاستيكية، إذا وزنت مع الفواكه وجرى يعني عرف الناس والتجار على أن هذا الصندوق يتسامح في وزنه مع الفواكه، فهذا أمر جائز لا بأس به إذا انتفى الغش والخداع والتدليس المحرم. نعم دكتور، البضاعة إذا بيعت ثم تبين للمشتري أن فيها عيب، نعم، فدكتور هذا العيب من يضمنه؟ هل يضمن الدلال أم صاحب البضاعة الأصلي؟ هو البضاعة لمن؟ هي البضاعة لصاحب الأرض للمزارع، نعم. فهو وكيل، هو وكيل يعني هو وكل بالبيع، فإذا تبين أن في البضاعة عيبا وجد أي عيب في البضاعة فاقتضى ذلك رد البضاعة، نعم. فالبضاعة تكون لمن؟ للمزارع، وهو بالنسبة إليه يعني باع شيئا ورد، فليس عليه ضمانه، نعم. الضمان على صاحبها، نعم. فيردها على صاحبها ولا يتحمل هو، نعم. شيئا من تلفها كما ذكرت. نعم. طيب دكتور، إذا الدلال يعني باع البضاعة بالدين، نعم. ثم تهرب هذا المشتري، نعم. وتأخر، نعم. من يضمن هذا الأمر؟ قلت أنا يد السمسار أو الدلال يد أمانة. نعم. لا يضمن ما يحصل من تلف في البضاعة ولا في ثمن البضاعة، فإذا يعني باع البضاعة بشكل صحيح والمشتري لم يدفع الثمن لسبب من الأسباب، هو ليس عليه أن يؤدي الثمن لصاحب البضاعة، إلا إذا كما ذكرت في حالة التعدي أو التقصير، يعني هو قال له البائع صاحب الخضروات أو صاحب الثمار، قال له لا تبع البضاعة بالدين، لا تبع البضاعة بالدين، فباع بالدين. هنا إذا حصل هناك جحود للدين أو نكران للدين أو ضياع لقيمة البضاعة يتحملها من؟ السمسار يتحمل، لأنه تجاوز شروط الموكل. أما إذا باع بيعا صحيحا وكان مأذونا له في أن يبيع بالأجل، فحصل هناك أن المشتري قد يعني أنقص من القيمة أو لم يدفع الثمن دون تعدي منه دون تقصير، يعني تابع هذا المشتري لكنه لم يدفع، فهنا لا يضمن، لا يضمن من السمسار، لا يضمن، لأنه ذا لم يقصر ولم يتعدى، وهو وكيل والوكيل أمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التقصير. جزاك الله خيرا دكتور، أصل معك هنا إلى نهاية اللقاء دكتور. بارك الله بكم دكتور، وإياكم، وبارك الله لكم في علمكم، بارك الله فيكم وإياكم. إلى هنا نصل معكم متابعينا الكرام لنهاية هذا اللقاء، شاكرين لكم حسن السماع والإنصات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.